أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أخرج المال بالبدل عن التمر والزبيب مما وجبت فيه الزكاة؟ هل إيش؟ يجوز أن أخرج المال بدلا عن التمر والزبيب التي وجبت فيهما الزكاة؟ قصدها القيمة يعني. إيه؟ يجوز تخريج القيمة، ما خالف. يجوز أنك تخرج القيمة، تثمن الواجب عليك من التمر أو من البر، أو تثمنه وتطلعه دراهم، أو إذا بعت الثمرة كلها زكي القيمة، تخرج ربع العشر، نصف العشر أو العشر كاملا على حسب ما سبق. نعم.